السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى والله تكونوا كاملين لاباس وتكونوا بصحه جيده، واليوم نهار جديد وبلوغ جديد وروينه جديده وكوزينه جديده. وتعالوا معايا قولي السلام. تي ما خليتي لي دابا منكم. لا ما خليتكش. السلام عليكم، كديرين؟ لاباس؟ كلشي مزيان؟ شخباركم؟ كديرين بخير؟ شكرا للناس، التعليقات ديالهم زوينين، والتعليقات اللي على اميره. لا شكرا شكرا الناس اللي شكرا اللي تيدخلوا عند محمد خويا، وشكرا على التعليقات على بنت خويا اميره. هذيك تبارك الله، هذيك الدريه اميره بنت خويا. انا نكذب عليك، راه كيف تنشوفها تتشبهني فين ملي كنت انا وجميله، كنا في باقيين في العروبيه، كنا صغار، يعني تتشبهني بزاف الحوايج، تتشبهني فينا، وهي تتشبه لينا بزاف بزاف. وما حكم ما شفتوها مسكينه، راه مريضه، عيانه شويه، مريضه، والله يشافيها والله يشافي جميع الناس المساكن المرض. وقناه خويا محمد، واش سميتها جهاد؟ اه انا غنسى عليا، قناه محمد وميته واميره وبناته في الباديه. قناه محمد وميته وبناته في الباديه، راه كاين في صندوق الوصف، راه كاينه في صندوق الوصف، دخلوا عندو وشجعوا، وتمنى من الله ان شاء الله تشجعوا محمد خويا وتدخلوا عندو، وتدخلوا عند ديك البنيه الصغيره، راه عندها شله موهبه وعندها شله ما تعطي، غير باقه بشويه بشويه، يعني ديك البنيه تبارك الله راه شله ما عندها. وشكرا لكم بزاف. هذا هو راه مصيف هذا. والسلام سفيان. كلشي مزيان؟ ديروا لايك 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 لايك. شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، والله يرحم، الله يرحم والديكم. توي ولي يلا دابا جهاد. لا لا ما عرفتك، خلي اختك انت جاي دابا، هو الكوزينه قال لك جايب كرسي. عملت هذا الشيء غيجيب كرسي. هذا راه جايب كرسي وجاي، خليته جايب كرسي وجاي باغي، قال لك يطيب انا، يموت على الكوزينه والطياب، واش يهرب منها واش يطيب. هذه تهرب من الكوزينه، هذه ما عندهاش مع الكوزينه. ودابا اش غنديروا جيهان؟ دابا اش غنديروا؟ جمع هذاك تكف واحد الكيسان. انتم دابا انتم كيما شفتوا عصرت جوج كيسان، عصرت واحد ليان، هذا تاع الليمون، واحد ليان وواحد سفيان، وعصرت هذا جوج. لا لا هذا عندي بالحلوى اللي عندي، انا ما تنشربش الليمون، انا ما تنشربش الليمون لحكم فيا المسران، ما تنشرب كاع الليمون. هذا الجهاد، وهذا ليان وسفيان. هاك ندي واحد ليان، ندي هذا ليان. سفيان سفيان هاك انا جميله. قلت لجيال عاد شديروا زيدي نديروا حليوه، وواحد الشهيوه نديروا انا، وواحد الشهيوه نديروا انا، شنو نديروا بها؟ كسكروت وسميتها، وندير انا دغيا حليوه، ندير واحد كيكه ندخلها في الفران، وجيها ندي ثاني واحد حاجه راه تشاركها معاكم، يعني راه عاديه هي وكلشي مزيان. ايوا وزيدي دي. يا بويا واش حطيت هاني؟ تلفت على الحلوى، انا جداني شي حلوى حطت البايض، كاس تاع العصير. هاد الحلوى واش ندير فيها؟ هادي حلوتي، ندير فيها كاس تاع الليمون، وهاد الكاس ديال السكر ما قريب للعماره، يعني ها انتم واش حافين، يعني قريب للعماره ما فيه بزاف، حيت انا ما عنديش مع الحلاوه. والزيت تا هو بحال السكر، كاس تاع الزيت ها هو تا هو قريب للعماره، يعني تا لهنا كيما كنشرب. اه كاس تاع السكر، كاس تاع الزيت قريب العمار، قريب العمارة، كاس تاع الليمون، انا الليمون قصدت قدرت هاد الكيسان كله مع الليمون، ما ندير لا زيت لا والو، وربعة البيضات، نديرها مرة مرة هادية، وجوج خمارات، انتم عارفين هاد الخميرة. ومرحبا بكم، ومرحبا بكم. وماش نساوش داك، واش نسيت؟ اش نسيت تاني؟ جبتي حامضة، حامضة غسليها وحكيها ليا. ديري هادي تاني، انت جبتي حامضة، أقول عمرك شتي زهرتي تا الكيك؟ قالت لك ديري هذا تاو، سيري هذا ضحكوا عليك، انا راني عارفين اللي انت يا ويلي ويلي. نديرو البيض، ندير السكر، ندير السكر، وندير ماما راه عينيها مرحام
حامد ديما هو شنو عطى لي؟ غسليها مزيان، غسليها بالملح. بالملح اه غسليها مزيان، راه فيها المواد. فين الملح الاخر؟ هاك غسليها مزيان. ماما حكه بالملح، حكه بالملح. حداش الحامض درت معاه ولا الليمون فواكه تكون مداويه، ثلاثه نغسلها بالملح عاد نحكها. غسل حك ورا ايدي كاع ورا حكيها. ايوا انا شاركوا معاكم هذا عاد الشحيوه. واش عندي ضروري نديروا شي حاجه ملي ما نكونوش خدامين. اليوم راه الحد الشميشه شويه، كما تشوف الشميشه ياك فرحاني. زيدي ما توريش اليوم على وجهك نص ما تزيدي هنا اخويا. قالت ما قالت اوكي تحط الكيكه، انا دايره واحد الحاجه تشو نشاركها معاكم. عندي له كيكه ونديروها لك، ناكلوا من هنا وناكلوا من هنا. حداش كيكه شحال هذه ما درتهاش وتعرفوا الراجل. انت ما قمعتكش طحها انا ما لا ما عنديش. والراجل عزيز عليه دابا نخوي داك كاس تاع الليمون. انا راه تندير كلشي بخاطره وحده، غير ما تبقى لنا عهد عهد السنيده جاتني حرشه عقلانه وكنسيها عدو اخر تاع تبقى لي محربه تما. ونديروا البيض أربعة البيضات حتى تجي على مزيناتها. وشوفوا انا راه عنديرها جات زينه هي هذيك، جات خايبه هي هذيك. دابا تيجي عليك انا اللي مسكينه كل ديالا. قالت لي قلتي دابا لا جاتك خايبه ولا زينه ماشي مشكل، وانا لا درتها وجاتني خايبه اني كنت ديرها حداش باش نعطي حك الحامض. انا راه قتلتها عند من نهار جيت المغرب، من نهار جيت من المغرب انا نقول عندك الحرشه شي حرشه ماشي لا عمرني الحرشه عمر ما ناري ما خليه يزيد هو ناط ثاني هو ناض جوج يا دوك ما نحنوا لك فين نحطوا لك وحامض الحكوكه هانتوما كيزي ولدي موت على الكوزينه وقيلا يخرج بيا كويزين ولا نهرب له من الكوزين. سير جيب الكوسي جيب الكوسي عاد قول لي نمشي الكوزينه واختي تعلم من الكوزينه هو يتعلم ليها ويعود يطيب المرقة. اي اخر موسى اي طيب لك الثانية هاي ما اي اي رم كدام عزيز عليه يفقس البيض جيب لي اي واسكت راه الناس تيتفرجوا فينا مساكن غنصدعوا لهم مخهم عفوا لي واسكت خايزو انا قيدك الشوف الاخر غنقول ليهم عسير مخلوله. يلا هانتوما معنا خوتي حتى نبداو عندي هانتوما درنا دورنا كلشي بعد ما جلسنا هذا سوفيا ما خلانيش ندير ودابا ندير الدقيق الدقيق تبقى ليه سوفيا سلاكر اي دوق بحال نقولي طياب سبحان الله العظيم وقيلا هاد الدري غيخرج طياب غيخرج فيه كلشي سوفيا حطها حطها بسمعته دابا عندي الدقيق اي يوتا تحمس سفيان ما تديرش هذوما ها هي تدير ما ما دابا درت الدقيقه ماما دابا تندير الدقيق كتخلطو حتى اسكت ما يبقاش فيه داك الحب نبقى نخلط فيها تولي عاقره شنقول لك كل مخروره وانت جلس الله مخروره اه ما غير هو اللي يطيب وتتسنى اشبلي دابا وصلتي كتخلطي دابا نخلط فيها حتى تجمع حتى شحال من الكاس درتي تاع الدقيق حلو كنت تشيل هذه الكيسان الكيسان ولكن هذه على حسب الدقيق الا كان الدقيق يشرب انا حساب البيض تا هو واش كثير ولا قليل ولا حساب الدقيق واش تيشرب والبيض تاعو
هادو معلقه ندير في الدقيق حتى تجمع بحال هكا. هادي راه زوينه هاد الكيكه اللي كدير ماما زوينه وكتجي خفيفه ما كتجيش بزاف. ماما ما عندهاش مع الشوكولاط ما كديرش هذاك الشيء ديال الشوكولاط والزواق. هو اللي حب الكيكه العاديه تموت موت على هذه. كنت ندير لها الكيكه ديال الشوكولاته تقول لك ما ديريش فيها الشوكولاته. انا ما عنديش اخوتي مع الشوكولاته والو ما عندي جيهان تا هي اللي ما بقاش عندها الشوكولاته. انا باقي لا ها لا فهي ما عندهاش مع الشوكولاته. ايوا نديروا هذه الكيكه كنت نموت على الشوكولاته نقول ماما صافي زي الشوكولاته حاجه وحده هي اللي ما تضركيش عليا هي البيستاش. بيستاش زوي وي هو اللي قلت لك زوين عزيز عليا اما الشوكولاته ولا ناقص انا جميله كنا راه دابا كاين ما ترى راجلها خدام عطى السيري صوت في الدار شتا ما عيطت ما والو يو هادو خوتي بقاو هكا وانتم ها هي فين هي كبرات ودابا غندير جوج خمارات غنجيبو هاد الحلوى كيفاش عطلع وماك يا بنتي ودي ما تصايبها زوينه ايوا لا واحد النهار صوتها واحد النهار صوتها جات يا خوتي مطفوسه ما جاتش زوينه ولكن انا كنصوبها ديما ماشي ديما ملي كنصوبها تنصوبها زوينه بصراحه كتجي طالعه وخفيفه. شدوا هذيك مخمرة هذيك يقولوا لها بيكن باودر وما عطاش ليا هذه مخمرة شدو غربلوها باش ما تكونش محربه. انا عمرني غربلتها الا غربليها الا كانت محربه تحرب لك في العجينه ديما غربلها في الغربل باش تمشي بحال الدقيق. ها نتوما وانتوما انا راه في رمضان نعاودها لك كدير الكيكه ياكي ونسيت الخمارات والله سقطت ومني دورت راسي لقيت الخمارات حدايا وبحال هكاك صافي مشي لا اش تكل ودابا انا تندير فيها التفاح هادو تندير فيها جبانيه تفاح رقيق شحال تندير فيها التفاح رقيق انا تنديرو هكا كطحني يمشي معاها تنديرو هكا نبقى نفرشو ندير لي هوك هانتوما بحال هوك واخا جيها راه قالت لي ما عنديش معاه ما عنديش مع التفاح تيعجبني حيتاش هنايا كنمشي نشرب بحال كلا مشيتي شي قهوه شديتي شي قهوه تشدي شي نص ديال الكيكه تيكون عامر بالتفاح الداخل تيعجبني تندير فيها التفاح داخل وانا هانتوما هذا هذا قلت لها هاد كعاد سفيان وانا هاد الكيكه فرش لها هذا مثلا لا بالزيت لا بالزبده لا بوالو فرش لها هذا الكعب تاع الزبده وصافي. دابا دابا غادي تحطها بسم الله شي معها سميتو معها تفاح بلا ما تبقى تسرحي وديري الفرشه الاولى والفرشه الثانيه لا كي صافي تيتخلط تيتخلط ديري ليها بحال هكا انا ماما كديرها حاجه سهله خوتي هادي عكيكة مالا كيكة صايبتي ها بقوامها وكلشي في الاخر كيكة عندك شي كيكة تاخر في راسك ولا بغينا نجبدو في الصراحة الحلويات راه نجبدوهم ولكن حنا نديرو عسل هاد الجناوح غنشدها ونقطعها هكا دابا خوتي غندخلها الفران ونتمنى من الله تخرج كيكتي على مزيان هذا ايوا انتما خوتي نجيبو الكيكه نصاوبني معاكم ها هي رجعت زوينه شوف رجعت غزاله حنا معاكم وبالتفاح حنا معاكم غنقلبها معاكم راه قلت لكم جات خايبه غنشاركها معاكم جات زينه غنشاركها معاكم كي جات بقى واحد شوي هي عجب دابا دا باش تشوفها بقى واحد شوي انا بعدا الى هاد الكعك نشوفها من هنا شوف
الكعبه ساهله في حافظ على داك الكعب يحافظ عليه. مش... هي طابت هلا ندخلها غير شويه تحمر من الفوق فوق عشويه من الفوق تحمر. وهكذا الكيكه ديالنا واجده لينا كيكه بالتفاح. ماما انا نقول لك واحد الحاجه ما نقولش نطقي في الجيش. ها ما نقولش نطقي في الجيش. ما نقولش نطقي في الجيش. لا علاش يخلعني ما كيتفرقاش. لا نشعل شويه من فوق من فوق ومن تحت باش تحمر واحد شويه واحد دقيقه ونخرجها. وهذا خوتي ها كيكه ترجي. يا سلام شتاش حافظ بابا ماما. يا سلام وداك الكاعد ما كيلصقش. لا سفيان واخت سفيان بلاتي بلاتي تم اونس هل بيجي هنا تجي شكيك تجي واخت زوين شي شح... شي تفاح ورطبة من الداخل تجي رطبة من الداخل تفاح راه مقطعة قطيعة صغيورين. أنا نعطيك سوفيا ستكشكا وهاهي الكيكة ديالنا وها المسمن ودابا غنقعدو كاملين وهانتوما معانا خوتي وهانتوما زيد شي البس ماما وهانتوما خوتي صحتكم يا خايبوا في داركم كما كتقول لها ماما. عرفت بيك؟ ايوا الراجل علينا راه تبارك الله كل شيء موجود وكل شيء نوجدوه خاصو عايض علينا. ياكر؟ لا زيد السلام عليكم؟ اوكي ماما دارس ماما كاع ماما خارج لا زبيد شويه وانتم اخوتي نعمروا نكبوا معكم هذا البلاد واخا ناقص انا جميله جميله مرحبا مساء هذا الرجل راه ماتت راه ولات عتا راه دارها الجوع ولات عتا قالت لي ماما رجلي تحشوا وكل عشو يولي كل عشو ونكب معكم واحد البلاد تاع اتاي ايه لا لا واخ لا مسمن كل مسمن اوكي بيتزا باغي عاكي كاين خليني عاد نكب كاس عاكي اللي عنده الدراري الصغار سفيان ماما لا بزاف باغي بزاف خليني نكب براد تاعك هادو براد مشبشب براد عبدي صحصو من عبده تقول لي كاع تقول لكم جيان قلنا واش عجبوكم هذا الشيء عاجباهم العبيد. شكرا لكم الله يحفظكم والله ييسر اموركم والله يعمر ربي يشافي المريض والله يعمر ربي يعطي صحيح في صحيح والله يحنن القلوب في بعضياتها ولي عندهم ميت يتهلا فيها ولي عندهم والدي يتهلا فيهم واخرتها موت وحمدنا الله وشكرناه ومبروك عواشيركم راه رمضان قريب ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والعافيه وطول في العمر وديك الساعه نشارككم معاكم دا حنا فطورنا قبلوا على الفطيقه تاع رمضان واش عايز تفطر برا واش عايز تفطر داخل لا 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 تنفطروا ديما في الدار لا الفطور تيجي شويه معطل سفيان كل شويه كل شويه لا ماما وهذا كاس مشبشب للمشاهدين صحتنا وصحتكم وخوتي هذا هو نهارنا اللي دوزنا اليوم ملي ما تكونوش خدامين وملي تكون بنتي ما تقراش ملي تكون سفيان ما مشيتش المدرسه ملي تيكون السي ونص ملي تيكون السفيان جمعيها ملي تيكون السي ونص صيفطنا كاملين وتهدمنا حتى وقعدت في الدار مرع بشوية الله يعينك ودابا بالسلام عليكم خوتي بالسلام عليكم بالسلام بالسلام